ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا فيديو سريع جدا عشان ناس كتير قوي كلمتنا على الانستا، اطلع جنبه وعرفنا هل ده بجد ولا هل ده هزار او مقالب فيك. تمام، مع ان انتوا بصراحة جننتوني. يعني انتوا لو واحد احمد حسن دخل فس في الحمام، عايزين تعرفوا هل نوع الفس ديت امساك ولا اسهال. فانتوا بصراحة يعني عالم فاضية. يعني انت داخل الفيديو ده بصراحة عشان انت عالم فاضي. بس هي دي ضريبة الشهرة. طبعا المقلب يعني اللي هو عامله دوت فيك. ليه؟ أحمد حسن نام، ننا نام نام خالص. تمام، والناس ما بقتش اتنشن، ما بقتش اللي هو حتى تحت ضوء كده هوت. فاعمل ايه؟ اعمل الحركة البيض دي. تمام، بعد كده يكلم صحابه اليوتيوبر، لا احنا ما نعرفش، اصل مش عارف ايه المفروض يكلمنا، مش عارف ايه المفروض، لا لو مش فاهم. بعدين كمان الفيديو واضح جدا ان هو حتى مش عارف يلمسها، مع ان لو معايا الحنش دوت كان زمان ايه ركبتها عملتها عربية ملاكي. اكيد طبعا مش هخلي، مش هعملها ايجار، تبقى ملاكي طبعا. بس فالموضوع كله زي ما بيقولوا كده دوت فسا. وبصراحة الواحد زهق يا احمد يا حسن من الفسا بتاعك، يعني الريحة فاحت. ف مش عارف، مش عارف، خرا خالص، خرا 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 خرا. ده مش بعيد كمان اللي مصورهم الفيديوهات دي والصور دي تكون زينب اصلا، يعني فاهم. هو بقى يكلمهم اكرامي والنمر ومش عارف مين كمان ومين كمان، كل واحد يطلع يعمل فيديو من عنده، وفي الاخر مقلب 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 ومقلب. مقالبكم ما بتضحكنيش بجنيه، وربنا انتوا شبه القرطاس بتاع الطعمية، ملوش اي ستين لازمة غير ان احنا بنحط جوه الطعمية بس كده، بنرميه في الزبالة. في الزبالة يا أحمد حسن، في الزبالة بس. فناموا واشبعوا نوم أيها الشعب المصري، يعني انتم مصحيني الساعة 3 الفجر عشان أصور أم الفيديو دوت. فناموا واطمنوا، وده مقلب متخافوش. بعدين أحمد حسن يعني الأمورة ديت مش هتبصله خالص، ده معفن يا جدعان، هو آخره زينب فاهم. يا رب سامحني يا رب، ما كنتش عايز أقول كده، بس ولاد الوزة اللي عندي يعني تموتوا انتوا، تموتوا انتوا، ان انا اغلط في اي حد مع اني راجل محترم، من البيت للمسجد، من المسجد للبيت، والسبحه في ايدي. سامحني يا رب على الكذب. طيب لو انت لسه جديد او انت لسه جديده، اشترك في قناتنا، قناتنا كلها ضحك وهزار، والفيديو دوت بس ما هو الا بدايه. يعني بعد كده هتلاقوا حاجات جامده 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 جامده. فاشتركوا في قناه عبد الله جمه من تحت، وعملوا لنا لايك جميل عشان تستنوا الفيديوهات الجديده. وسلام.